السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفوكم بالطريق الساحلي اللي راه قيد الانشاء الي هنا. هذا هنا كاين طريق ساحلي راه قيد الانشاء، وهذا الامر اللي كنت حابه انايا. شيء مليح يكون طريق ساحلي ويبان عريض، يعني هذا يقدر العرض هذا يقدر يديروا فيه حتى 4 أرويقة، زوج أرويقة في كل اتجاه. إذن هذا الأمر جيد. وحتى هنا نلاحظ أنه من جهة هذه باتجاه تمن فوست ما زالت الأشغال مستمرة نتاع التوسيع نتاع الشريط الساحلي، ما زالت مستمرة. نلاحظ انه فيه كذلك عمليه تاع توسيع الشريط الساحلي، وهذا الامر جيد. لاحظ انه فيه هنايا اشغال تاع التوسيعه تاع الطريق الساحلي هنايا. ان شاء الله التوسيعه هذه تستمر والطريق هذا يستمر الى حدود ميناء تمن فوست ان شاء الله. شوف هنا اشغال تاع الطريق، يعني مازالها تمشي. والله امر جيد. والتوسيعه ما شاء الله فيها توسيعه فيها حوالي هنا 60 إلى 80 متر عرض، حوالي 60 إلى 80 متر. أمر جيد. إذن هذا هو على مستوى بلدية تمن فوست وبرج البحري إلى حدود برج الكيفان. إذن فيه أشغال تاع إنشاء طريق ساحلي، وهنا نلاحظ الطريق هذا نشوف أنه فيه طريق عريض، يعني السمك ديالو يعني قادر يستوعب يعني 4 أرويقة بكل سهولة، بالإضافة إلى الأرصفة. إذا نزيد نمشي في الطريق هذا، نزيد نمشي ونشوف وين وصلت الأشغال في هذا الطريق الساحلي. واللي هذا الساحل الطريق هذا راه موجود فوق الشواطئ اللي كانت موجودة من قبل، يعني تم ردم الشاطئ هنا يعني إنشاء هذا الطريق الساحلي اللي ماذا بينا. احنا كنا تكلمنا في فيديو آخر حول التهيئة على مستوى كيطاني وباب الود، واقترحنا باش يكون طريق ساحلي بهذا الحجم، يعني ما بين منطقة الإميرالية ومنطقة قاع الصور، ما يسمى بقاع الصور، ينطلق من تم ويروح الى حدود عين بنيان على امتداد حوالي 12 كيلومتر. إذن شيء يكون مليح هذاك الطريق، ينقص الضغط على حركة المركبات داخل الشوارع الرئيسية تاع باب الواد وكيتاني، ينقص الضغط على المركبات، شيء جميل. هنا لاحظ هذا الطريق هذا راه قيد الانشاء هنا على مستوى بلدية برج البحري، إذن فيه إشغال. هذا العام اللي فات جيت لهنا ما كانش كاين هذا الطريق هذا، ما كانش موجود العام اللي فات. إذن هذا هو المهم، المهم تكون يعني
الإيديال يعني الأفضل والأسمى والأجدر كان يكون طريق ساحلي على طول الخليج تاع الجزائر، على طول الخليج انطلاقا من منطقة برج البحري وتامن فوست إلى حدود صابلات وأرديس حتى إناء الجزائر، وهذا الطريق يكون بمواصفات عالمية، يكون بمواصفات عالمية من ناحية الهندسة والشكل. إذن هذا هو الأجدر اللي احنا حبينا، ويكون الرصيف من الجهة البحرية، يكون من الجهة البحرية الرصيف، من الجهة البحرية يكون مخدوم بالإسمنت، يكون رصيف ماشي الحجارة، يكون مخدوم بالإسمنت المسلح، وتكون فيه مساحات خضراء وأماكن للراحة وأماكن مقاهي، يعني تكون فيه هذه الأمور. تصبح كورنيش، يعني كورنيش كبير يعني طويل على امتداد كل ساحل، يكون عنده شكل، يكون الشكل ديالو ب يعني رسومات هندسية تليق يعني بالمكان، وتكون مستعمل يستعمل فيه مواد بناء تكون جيدة بنوعية جيدة يعني ذات جودة، ممكن على شكلة الطرق الساحلية لكورنيش الموجودة في الخليج، في مدن الخليج وكذلك مدن البحر المتوسط، فيه نماذج وأمثلة يقدر الإنسان يأخذ العبرة منها. إذن هذا هو الطريق الساحلي الجديد. اللي راه قيد الإنشاء على مستوى بلدية برج الكيفان. إذن نستمر في الطريق هذا، خليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.